رجعت لك من الفاصل ورمضان كريم وليلة مفترجة علينا جميعا. انا كل اللي عملته خلال الفاصل ان انا المحشي استوى تمام بنفس الخلطة اللي احنا عملناها، بنفس يعني الجوس او عصير الدريسنج بتاع التسوية اللي احنا حطيناه، زودت بس دلوقتي زيت زيتون. واقول لك الف هنا وشفا يا رب، سحور ان شاء الله شهي ولذيذ ان شاء الله يا رب في ليلة مفترجة زي دي. نحطه بس ممكن كده على جنب. والعصير كمان اللي احنا عملناه كان عبارة عن تمر وموز. وتعالي نشوف هنبتدي نكمل سحورنا النهاردة في ليلة القدر ازاي. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ان شاء الله. طول ما انت واقفة كده بتطبخي ادعي الدعوة دي ان شاء الله يا رب يتقبل منك ومنا يا رب ان شاء الله. انا هعمل جنب الاستاذ اللي احنا عملناه النهاردة كان ضيف حلقتنا الاساسي، هعمل كبدة متشوحة مش اكتر من كده، يعني في حديد في الطماطم اللي حطيناها وفي كمان فيتامين طبعا في المحشي، وكمان هنحط حديد زياده من الكبده علشان كده خلاص احنا داخلين ما نجيبش سيره الصداع تماما في صيامنا بكره ان شاء الله. الكبده انا نقعيها في لبن شويه بيطري الكبده وكمان عشان يطلع الزفاره منها وبيغير من طعمها، ده سر كده عرفته يعني من اصدقاء ليا لبنانيين ان هم دايما بيحطوا الكبده في لبن او زبادي، يعني احنا في مصر بنحط لبن في زبادي بس هو اللبن كمان عندهم. حطيت الكبده في لبن هعملها بنعناع اخضر وتقوم وزبادي مش اكتر من كده. تعالي نشوف هنعمل ايه سريعا. انا هشوحها يعني الموضوع سهل قوي. من كتر ما احنا بقى كل شويه بنعمل سحور فمش لاقيين الحاجه حوالينا بس كل حاجه موجوده تماما، يمكن انا الصيام كمان ملخبطني فمش مركزه عايزه اخد من هنا ولا هنا، بس انا بقولك دايما دي مملكتي فبتحرك فيها كده، يعني حتى قدامك بتحرك براحتي بحس ان انا قاعده في بيتي يعني وما بكلمش حد غريب، بكلم حبايبي وقرايبي وعيلتي وان شاء الله يا رب كده مشاهدينا الكرام جدا جدا اللي هم مش غرب عننا تماما. احط الزيت يسخن وهحط ملح وفلفل شوية فلفل كويسين يعني وملح. الملح في الكبده بقول لك بعد ما تحطي، يعني حطي دلوقتي ملح قليل وبعد كده ممكن تحطي عليها ليمون، لان انا بقول لك دايما في رمضان او في الايام العاديه طبعا كمان في رمضان حاولي على قد ما تقدري ان انت تستبدلي الملح بعصير الليمون، نفس التاثير هيبقى موجود بس الفرق ان الملح بينزل السوائل او الميه مخزون الميه اللي في جسمنا، واحنا في الحر اللي احنا فيه في الصيام ده محتاجين اي مخزون ميه نحتاجه يعني. هطلع بس الكبده كده من اللبن، خدت كده التتبيله بتاعتها. ممكن نجيب حاجه تانيه اسهل نطلع بيها. بذمتكم كده مش واحنا بنعمل سحورنا كل يوم كده لما قربنا، يعني احنا في ليله القدر لما قربنا، انا شخصيا يعني لما قربنا كده على الايام الاخيره في رمضان، رغم ان احنا يعني في ناس بتتعب من الصيام والكلام ده بس خلاص اتعودنا عليه خلال الشهر كله، والله بيبقى عندي كده حاله حزن وزعل يعني يجعل ايامنا كلها مفترجه ان شاء الله يعني، بس رمضان ليه طعم كده وطابع عندنا احنا كمان كمصريين، يعني طابع الاحتفال وطابع ان كلنا قاعدين على ترابيزه واحده في نفس الوقت كمان سبحان الله، يعني الناس بقى مشغوله ما بنلحقش دايما نبقى في نفس الوقت مع بعض على غدا على عشاء، بس رمضان لازم يعني في وجبتين، اصل هما وجبتين في اليوم، رمضان لازم تحسي ان انتوا دايما مع بعض على نفس الترابيزه يا رب دايما متجمعين. يعني احط شويه زبادي مع ثوم مفروم، الزبادي هتودي اي مشكله لهضم الثوم تماما، في زبادي وفي لبن في الكبده فما تقلقيش. كمان لو سبتيها يعني انا سايباها في اللبن قبل كده بس لو سبتيها كمان شويه في الزبادي والثوم تاخد الطعم هتبقى هايله، بس احنا عشان وقت برنامجنا يعني. وعايزه كمان
انا كل اللي عايزاه ان انا هنزل الكبده تتشوح بالزبادي بتاعتها زي ما هي كده. انا اجدع واحده الحاجه تطرطش تلاقيني بجري على طول. خلاص كده ممكن نرجع لبر الامان تاني ونقرب بقى من الطاسه اللي احنا بنعمل فيها. ممكن تشوحيها بزبده كمان، بس انا حطيت زيت زيتون عشان الدنيا تبقى خفيفه وكمان تبقى لايقه على بعض. يعني عاملين ورق عنب بزيت زيتون وكبده بزيت الزيتون والزبادي واللبن، الدنيا تبقى شبه بعض يعني. وتاني بقولها لك دعائي المفضل خلال الليلة العظيمة اللي احنا فيها، اللهم انك عفو وتحب العفو فاعف عني وعنا جميعا ان شاء الله. وانتي واقفة حتى بتطبخي كده قبل ما تقعدي تصلي او قبل ما تقعدي تدعي ربنا يعني، وقيام الليل بقى في الليلة دي، طول ما انتي واقفة كده افتكري اي دعوة ابواب السماء مفتوحة ان شاء الله طول الشهر، مش بس في ليلة القدر، بس ليلة القدر ليها كده اجر يعني عظيم. شوية ملح كمان. وعايزين نحط شوية كمون. فين الكمون هنا؟ نحط سنة كمون بسيطة كده. وهسيبها كده ثواني وهقولك هنعمل ايه. انا ده خلاص تقريبا. انا عايزه شويه نعناع اخضر، نعناع الاخضر كمان، والنعناع الناشف دخلناه في ورق العنب ودخلناه كمان في الدريسنج اللي احنا سوينا بيه، او الصلصه اللي احنا يعني الخليط اللي احنا سوينا بيه ورق العنب. في الاكل كله هتحسيه متجانس كده مع بعض. هحط ورق العنب على الزبادي. عايزه تحطي كمان فص ثوم، ما فيهاش مشكله خالص. استعيني نشوف كده الكبده بتاعتنا. الكبده ما بتاخدش وقت خالص في سواها يعني. ادي كده الكبده تمام. هقلب بس الناحيه الثانيه. زي ما بقولك اهم حاجه في العناصر اللي تبقى موجوده في صيامك يعني، او في سحورك بمعنى اصح، عشان تقدري تكملي صيامك ان شاء الله، من العناصر الاساسيه الحديد. الحديد يعني مواجه فعال للصداع يعني، او مضاد للصداع بمعنى اصح. انا هسيب الكبده كده تاخد وتدي مع نفسها، وتعالي نشوف هنعمل ايه. هعملك حاجه بقى جنب ورق العنب وجنب الكبده. تعالي سريعا سريعا، انا قلتلك النهارده يعني الليله طويله ومش هنقف في المطبخ كتير، بس في الوقت اللي انت شفتيني فيه لايف هو نفس الوقت اللي انت هتقدري تعملي فيه وجبه سحور النهارده مميزه زي الليله المميزه والليله المباركه اللي احنا فيها. تعالي هنعمل سلطه زبادي كده خفيفه، تتحط مع ورق العنب اللي احنا عملناه، وتتحط كمان جنب الكبده. لو جيتي بصيتي الزبادي كنا مدخلينها في الكبده، والنعناع مدخلينه في الاثنين، يعني المقادير هي هي وعملتي منها كذا طبق. سريعا سريعا، انا عايزه ابشر الخيار، مش عايزاه مقطع، مش عايزاه اي حاجه. والكبده خلاص هي قربت تستوي، هي ما بتاخدش وقت خالص في التشويح.
الخيار اللي طار علينا ده عادي يعني. الضريبه ضريبه السحوري. وبعدين صح صح الخيار يعني والله دلوقتي يعني انا لسه واخده بالي الخيار زي ما بنشرب عصير وبناكله وبنقول بشره بشره وهنا وانا ببشره جالي مباشر مباشر على البشره. انا مش عايزه اكتر من كده. هجيب الطبق اللي هعمل فيه السلطه على طول هنزل فيه الخيار وبص على الكبده برضو مش محتاجه ده. وانا راجعه كده اخد شويه فلفل اسود وملح وزيت هحط على السلطه ثوم مفروم وشويه زبادي وشويه زيت سنه زيت بسيطه فلفل اسود وملح وانا عايزه احط كمان كام نعناعيه كده انا بس يعني احنا عشان وقتنا فانا بحاول على قد ما اقدر اقول لك المقادير سريعا سريعا علشان يبقى اوصل لك المقادير كلها والطريقه خلال وقت حلقتنا. وطبعا لاي حاجه فايتاكي او عايزه تتاكدي من المقادير اللي احنا عملناها لو في حاجه فاتتك لازم تزوري موقع القناه عندنا موقع قناه ست البيت وكمان تتابعي صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي اكيد كل الوصفات اللي انت عايزاها بكل المقادير بالطريقه كمان. كده خلاص انا خلصت سلطه الزبادي هنحط بس فص ثوم سريعا كده والكبده كمان استوت والسكينة انا مش عاملة فيها اي حاجة السكينة استخدمت فيها خضار وكله في نفس الاكلة. ادي السلطة تمام عشان وقت حلقتنا بس مش اكتر من كده. وتعالي نطلع الكبدة. ومن اقام ليلة القدر فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وبقول لك وانت كده في ليله القدر يا ريت تكوني فكرتي في سحور معتبر زي اللي احنا عاملينه النهارده. اشوفك على الف خير يا رب ان شاء الله رمضان كله يكون كله كرم عليكي وعلى اهل بيتك وكل سنه وانت طيبه ومتابعينا لسه في سحورك في الايام اللي جايه من رمضان اكيد من عندي من هنا من مطبخ ست البيت.